أعلنت بعض البلديات في هولندا أنها ستوقف مشاريع إنشاء مراكز الإيواء في الوقت الحالي إلى حين تحديد مصير القانون التوزيعي المقر في العام الماضي. وقالت الجهة المسؤولة عن استقبال وإيواء اللاجئين المعروفة بكوا إن بلديات هولندية ستعلق إنشاء ما بين 2000 و 2500 مركز إيواء، مشيرة إلى أن إلغاء قانون التوزيع له عواقب سلبية مباشرة على عدد أماكن استقبال طالبي اللجوء ومخاطر الحصول على المأوى بالنسبة للمئات منهم. يأتي هذا التعليق بعد أيام من الإعلان عن اتفاق الائتلاف اليميني الجديد في هولندا الساعي لفرض مزيد من التشديدات على ملفات الهجرة واللجوء. ينضم إلينا سومر شعبان مدير برامج الخدمات الاجتماعية في مدينة زاندام الهولندية. مرحبا بك سيد سومر. لو تحدثنا أكثر عن تفاصيل هذا القرار، يعني بعض البلديات قررت اليوم أن تفك تعاقدها مع منظمة كوا على ما أعتقد، هل يمكن شرح أكثر تفاصيل هذا الخبر وكيف سيؤثر على اللاجئين بطبيعة الحال؟ اهلا وسهلا مسلير. منظمه كوا ذكرتيها انت من شوي هي المنظمه المسؤوله فعليا بهولندا عن توفير مكان اقامه لطالبي لجوء، مو توفير مكان للحاصلين على الاقامه، في فرق. فاللي بيجي على هولندا بيطلب اللجوء، الجهه المسؤوله عن توفير سكن مؤقت له الكامبات الايواء مثل ما نسميه هي منظمه كوا. وبسبب الاعداد الهائله اللي اجت على هولندا بعد ازمه الكورونا وحل حاله امور السفر، شفنا طبعا بهولندا انه صارت الناس نام على الحشيش بجناين المحيط بمركز مراكز ترابل تبع الكوا تقديم اللجوء، وبالتالي صار في ضغط على الحكومه الهولنديه السابقه انه هاي المناظر ما بتناسب هولندا، هاي مناظر بنشوفها عاده نحن بدول العالم الثالث، شلون هيك لاجئين عم يناموا عندنا بالشوارع. فالوزير اللي هو كان من حكومه حزب الفي في دي اليميني استلم المهمة، أوكي أنا رح أعمل قانون أجبر البلديات على أنه هن كمان يشاركوا الكوا مسؤولة توفير مكان لإيواء اللاجئين. وكان لحتى يجبر البلديات بحاجة لإطار قانوني، هذا هو قانون توزيع اللاجئين اللي بدأنا العمل فيه بـ1 شباط 2024.
صارت الانتخابات، وطبعا كلياتنا عرفنا نتيجة الانتخابات. الانتخابات كانت نتيجتها انه الشعب الهولندي اختار اجنده يمينيه، واحد خطوط هاي الاجنده كانت هي تحديد الهجره، واحد خطوط تحديد الهجره هي طبعا موجهه نحو اللاجئين، مع انه اعدادها النسبيه جدا قليله بالمقارنه مع ارقام المهاجرين. والحكومه مجرد اعلانها انه هي رح تسحب هذا القانون اللي ما عمره 3 شهور، خلى بعض البلديات لك اوكي، لكان ليش نعذب حالنا نحن ونشتغل ونوفر اماكن لاستيعاب لاجئين اذا القانون ممكن ينسحب من على طاوله المفاوضات. وبالتالي اذا اعود الى نفس النقطه، كيف سيؤثر هذا الموضوع على اللاجئين او القادمين الجدد ممن لم يعني تصدر بحقهم حتى الان اي بت بامورهم القانونيه والاقامه؟ الاثر الوحيد فعليا على هاي الناس اللي جايه انه راح تروح على مركز اللجوء ويمكن تصحى بالشارع لحد ما يصير الى مكان تنام فيه. المفروض كان البلديات اللي من ضمن هذا القانون كان ممكن تعاون مع الكوا، تقول لهم تعالوا هالعالم هي اللي عم تقدم لجوء لسه ما بين ما حتعطوها القانون ولا لا، رح نحط عنا بملاعب او رح نستاجر زوارق او رح نستاجر نعمل بيوت مؤقته نستاجر اوتيلات. هي كلها كانت مطروحه، والوزير حتى يحفز البلديات على انه يشتغلوا اكثر على الموضوع، طرح حتى جوائز ماليه للبلديات تتراوح من 1000 ل 4000 يورو لكل شخص البلديه بتعمل له بتلاقي له مكان اقامه مؤقت. ومع هيك البلديات الظاهر ما كثير متحمسه للفكره لانه البيئه الحاضنه الهولنديه ما عادت مرحبه لفكره اللاجئين، وسبب طبعا الارقام وبسبب التشويه اللي عم بيصير عن طريق السياسيين. طيب فيما يتعلق من بمن يعني تصدر بحقهم اليوم اقامات، يعني يستطيعون اليوم امتلاك اقامات حتى لو كانوا من القادمين الجدد، هل يستطيعون التحرك بالطريقة التي يعني يرغبون بها، يذهبون إلى أقاربهم إلى لإيجاد عمل على سبيل المثال؟ هل الأمور بهذه الناحية ميسرة؟ طبعا متى ما حصلت على إقامة انت صرت فعليا حقوقك تشابه حقوق المواطن الهولندي المجنس. يعني يطلع له إقامة بيستنى الله يطلع له سكن. أحد البنود اللي مذكورة باتفاقية التعاون الحكومي الجديد هي أنه تنسحب الأولوية من توفير فرص سكن للناس اللي حاصلة على الإقامات. هذا الموضوع ممكن يأثر على الناس اللي حاصلة على الإقامات وقاعدة بالكامبات عم تستنى ليطلع لبيت. يعني بأسوأ الحالات ممكن واحد يستنى 5 سنين حاليا، أو إذا بنسحبوا كل الميزات اللي بتخص حصوله على سكن، في بعض بريات انتظار فيها 12 سنة. فهذا الموضوع اكيد حيأثر، بس بالناس اللي لسه ما حاصل على اقامات الاثر الوحيد لهي السياسه تبع سحب قانون توزيع اللاجئين هو بس انه يلتقى لقرنه تنام فيها لحد ما تلاقي كامب وتقعد فيه. هي المشكله الوحيده. يعني هو في تفضلي. كنت فقط اريد ان اسال انه هل هناك عدد معين لمن هم معرضين للضرر من هذه الخطوه؟ هلا لا كيف يشتغل القانون اللي كان مطروح؟ القانون بيشتغل بالطريقه التاليه، الحكومه تعمل توقعات انه كم عدد اللاجئين اللي جايين على هولندا خلال 24 شهر خلال سنتين، وبناء على هذا الرقم بيقولوا احنا شو عندنا محلات متوفره عن طريق الكوا وشو ناقصنا محلات حتى نستوعب هالارقام الجايه. هذا الفرق بيرجعوا بيوزعوه على بلديات هولندا بناء على احصائيات مرتبطه بالامور الاقتصاديه والاجتماعيه بكل بلديه، وبالتالي مثلا بلديه امستردام بيقولوا لها انت كبلديه بناء على المعطيات الاحصائيه اللي عندنا لازم توفري محل ل 2000 شخص مثلا. عرفت كيف؟ فهلا هالموضوع ما عاد مطروح، وبالتالي ما فيني اسمي لك رقم، الرقم مرتبط فعليا بس بقدره استيعاب الكوا، الكوا عندها حوالي 30 40 الف تاخذ فينا نقول حتى يستوعبوا اعداد اللاجئين. مرة ما تعطي فوق ال 40 لاجئ بالسنه انت فعليا عم تدوري على اماكن ثانيه لحتى توفري مثل ما عم نشوف بالفيديو اماكن سكن للعالم لحد ما يلتقى الارمي. يعني ممكن اذا اليوم ان تفرغ هذه المنظمه كل مراكز الايواء التي يوجد فيها لاجئين، يعني هي اليوم تستطيع ان تقول للاجئ لا نملك مكان لك ويعني انطلق. هلا اللي بيصير انه بيروحوا الناس على فرق ابل مثلا وبيستنوا برا ما في محل.
وبالتالي حنشوف صور ناس عم بتنام على تحت المطار، تحت خيام على الحشيش مثلا. وبتوقع من خلاله يصير كمان ضغط، لانه الميديا ما بتسكت، وسائل الاعلام ما بتقبل، اصلا البلديه اللي موجوده فيها زرقابل ما بتقبل، صارت رافعه دعوه على الكوكب مره يعني. يعني هي لا نستطيع القول انها هي خطوه في اتجاه الضغط على اللاجئ ليغادر هولندا مثلا الى بلد اخر. هي فيها وجهة نظر، هي التعاون الحكومي اللي حصلنا عليه نحن بعد الانتخابات مدرك تماما انه لا يمكن يقدر يغير قوانين اللجوء. قوانين اللجوء مرتبطة بإطار تعاون أوروبي، هولندا ما فيها تنسحب منه لحالها، بتروح على بروكسل وترتفق مع مع الحكومات الأوروبية الثانية لحتى تحصل على استثناء لهولندا انه ما تلتزم باتفاقية اللجوء. فهذا الموضوع الحكومة بتعرفه. الحكومة هدفها من كل هالشوشرة اللي صارت انه تورجي الناخب الهولندي انه شوفوا نحن وعدناكم انه ناخذ اجراءات لحتى نحجم اللجوء، ناهيك اذا هالاجراءات حتجيب نتيجة. هي مثل الامور الرمزية. والشغلة الثانية اللي بهمها الحكومة اكثر هي رسالة لكل اللاجئين بالعالم انه بلاها هولندا، روحوا على المانيا، روحوا على السويد، روحوا على بلجيكا. رغم انه صوره هولندا بالنسبه للاجئ هي اكثر صوره ورديه بالنسبه للاتحاد الاوروبي، سواء كتعامل الشعب وطريقه استضافته للاجئين وحتى تقبله لفكره وجود غرباء. يعني كان ربما هولندا هي اكثر بلد يعني لطيف باستقبال اللاجئين ان صح التعبير. انا بتوقع من منظار اللاجئ هولندا جذابه بسبب شروط التجنيس، هي 5 سنين، وبسبب شروط تلم الشمل. غير هيك اللاجئ ما بيفكر صراحه، اللاجئ بده سكن، بده جنسيه، وبده مرته واولاده حواليه. هولندا ما بتفكر بيها، هولندا بتقول لك اوكي انتم اجيتوا لعنا على هالبلد، امشوا باللغه، امشوا بحياتكم، لاقوا شغل، اتكلوا على حالكم، شاركوا بالمنظومه الاقتصاديه الاجتماعيه اللي بنسميها نحن مع بعض المجتمع الهولندي. هي بكل بساطه. يعني انا اتحدث فقط كنت عن المرونه بالتعاطي مع اللاجئ سواء بالمجتمع او حتى كما ذكرت بقوانين اللجوء السهله الى حد ما، ايضا استعمال اللغه الانجليزيه كلغه رئيسيه. بكل الاحوال شكرا جزيلا لك على هذه الاحاطه سومر شعبان، مدير برامج الخدمات الاجتماعيه، كنت معنا من مدينه زاندام في هولندا. شكرا لك. أهلا.